مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. والله يا جماعة الخير إني شفت كومنتاتكم الكثير اللي قاعدة تتكلم عن السيارة، راح أمشي على كومنتاتكم وراح أطبق نصايحكم. وفي ناس كثير كلموني في سناب شات، سامة يا أخي حرام عليك، تكفى اشتغل السيارة في البيت نفس ما اشتغلت الأولى، لا توديها الورشة. الشيء اللي بعد يا جماعة الخير، راح نبدأ بأسهل شيء إلى أصعب شيء، راح نشوف وش السهل اللي ممكن يشغلنا السيارة. أول شيء طرى على الناس وكثير علق عليه، أسامة افتح السيارة بالريموت بعدين شغلها. رايحين نجيب المفتاح نغير الحجر حقه ونحط حجر ثاني ونفتح السيارة بالريموت ونشغلها. بعلمكم ليه حرفيا النظام هذا في مرسيدس. هذا هو المفتاح يا جماعة الخير، لازم نفكه بنفس الزرادية عشان نقدر نطلع الحجر الداخلي، أو لا ممكن من هنا يطلع، تصدقون ما يحتاج، ولكن خلينا نجيب حجر للسيارة. طبعا اللي ما يدري وش حجر، او برا السعوديه شوفوا عندنا، عندنا في السعوديه بعلمكم، يسمونه الحجر، يسمونه حجار، يسمونه بطاريه. عندنا الثلاث اشياء هذه، ما ادري عاد انت شو تسمونها بين الثلاثه ذولي. لازم نغطي الراس بالشكل هذا، ليه شموس بعد شوي الوايب. طيب خلوني بعلمكم سالفه الحجار، ليه مرسيدس يا جماعه الخير قررت تحط حجار او بطاريات، مو عشان تفتح، لا انا قصدي بنظام الامان. ليه نظام الامان حقها؟ لو فتحت السياره بالمفتاح تمام وانت كنت مقفلها بالريموت ما تشتغل السياره، يعني اذا فتحتها بالريموت تقفلها بالريموت، واذا قفلتها بالريموت تفتحها بالريموت، فتحتها بالمفتاح بنفس الحكايه. يقولون عشان تقلل السرقات قبل ما تطلع يا جماعه الخير، يا اخي والله متطورين مرسيدس، قبل ما تطلع يا جماعه الخير اللي هي الشريحه الالكترونيه اللي حقت المفاتيح. صح انا ليه قاعد افك هنا؟ فكرنا هنا او حجرين. طيب جاي مفتاح هوندا، لا اذا كان في المعلومه اخطاء صححوا لي عادي. طيب خلينا نحط واحد من دول، شوف في حركه نسويها اول بس لا تعلمون احد. ها والله ما في كهرب، بس بنحطها كذا توصيل ان شاء الله انه يضبط. ما يرسل اشاره، اتوقع مو شغال، اتوقع انه مو شغال. طيب خلينا نجرب. روح يا جماعه الخير هنا تمام، المفروض انها تشتغل في الاشهر، فاتوقع برضو خلنا نشيك على البطارية بشكل افضل. ثواني لازم يا جماعة الخير ندخل السيارة جوا، وحرفيا ما رضت تتحرك ابد، فراح ندفها ان شاء الله وندخلها بالمستبيشي. يا جماعة الخير بعيدا عن جو الشموس، خلونا نوريكم متجر طلبت منه. قسم بالله العظيم يا جماعة الخير اللي قدامكم انه ما هو اعلان، ولا اخذت من الرجال هذا اي فلوس، كذا مسكت معي ما ادري في احد داعي له ما ادري، لكن مسكت معي الا اسوي لك اعلان. والله العظيم ليه؟ لانه يستاهل. طلبت منه يا جماعة الخير البوكسين، البوكس الاسود هذا تمام والبوكس الابيض هذا، اسم الماركة دايموند ايست. اعلمكم وش اللي تطلبونه. شوفوا عندهم باكيجين، الباكيج الكبير هذا بكون معكم صادق وصريح، اكثر عطر استخدمته اللي هو في النص اللي هو سكرت، سكرت اتوقع اسمه، يا اخي ريحته حلوة. هذا جبار، بين البوكس الاسود هذا، هذا جبار، والبوكس الابيض هذا كله حلو، كله كله اللي هو مسك. عندهم ثلاث انواع من المسك، الرمان والبودره، برضو يا جماعه الخير فانيلا. طبعا انا بما اني يعني شخص احب النظافه كثير، البودره يا جماعه الخير ريحته تفوز، احس توني كذا نظيف نظيف، لو انك وسخ تروش طرش حسك نظيف. وبرضو زيادة على كذا مع الطلب يا جماعة الخير جتني سماعة وساعة، الله يبارك لك في حلالك، الرابط موجود تحت الديسكريبشن، والله الرجال يستاهل. طيب يا جماعة الخير الحين شغلنا السويتش، المفروض انه يوصل بنزين هنا في المسطرة، او في بنزين تصدقون شوي؟ في والله في بنزين، بنجرب بنعطيه تشغيله تمام، والجوال مثبت هنا بنشوف بيصب ولا ما راح يصب. عسى ما يطفى الجوال الربع، جربت الحين شغلته مع جهتين، فتحت البيبان وقفلتها. يلا عاد اشتغل، برضو للحين ما ورى. طيب للحين برضو هذه للحين ما نورت. لازم نوقف يا جماعة الخير الحين، والله لازم نوقف، عندنا بلف الراجع صدق ما وصل بنزين. عندنا النقطة الثانية يا جماعة الخير، والله العظيم اني على ما اقول وشهيد انها ما اشتغلت مرة ثانية. عرفونا حق المرسيدس الاشارة السفتي اللي تطلع فوق اللي يقول ترى في عملية غير آمنة انفتحت فيها السيارة، فعشان كذا السيارة ما راح تشتغل نهائيا.
راح حاولت اركب حجر، شوف جبت هذه، حاولت اني اركب حجر، فكيت قطعه الارتاك برضو ما ضبط، ففي مشكله. والحين درجه الحراره مرتفعه فالكاميرا تفصل في فالكاميرا تفصل مع درجه الحراره، قبل شيء فصلت. فراح نوقف الان شغلنا ونخليه على حاله، وباذن الله نرجع على العصر او على المغرب باذن الواحد الاحد. مع العلم والله العظيم اني ما احب اشتغل الظهر او العصر. الناس اللي يقول سام صور ليل، الاضاءه سيئه يا جماعه الخير، سيئه 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 ما تقارن الله يسلمكم بالصبح. الصبح من افضل الاضاءات اللي ممكن تمر عليك. الشيء الثاني، انا واحد انا نام بدري، العشاء الله اكبر نايم شايب شايب، فهذه المشكله برضو الثانيه. ما احب يعني اسولف وانا مواصل، ولكن يوم العصر باذن الله انه راح نشتغله باذن الواحد الحد. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعه الخير. حد الان مشكله عدم وصول بنزين مستمره، راح نرفع السياره الان، راح نشوف ايش الوضع لانها طولت مره مره بشكل كبير، البنزين ما يوصل قدام. راح اتاكد اخر مره ارفع السياره واشوف هل الطرمبه تدفع للي او ما تدفع، او هي متسدده الليات ولا ايش صاير. بفك اللي برا بشوف قوتها، هل هي تطلع بنزين لبرا او لا. يلا نبدا. قالنا نحط عفريته من الجهة الثانية. بعد ما ارتفعت كذا نرفع العفريته. ناخذ الأمان هذه. ناخذ برضو معاه هذه. نحط الأمان هنا لا قدر الله، لا قدر الله يا جماعة الخير. الاحتياط والسلامة واجب. الاحتياط والله واجب. معليش يعني. نلصقه هنا. طيب وش راح نسوي احنا يا جماعة الخير؟ شوفوا لي هذا البعيد، راح نفكه او راح نفكه من هنا من عند الصفاية، نشوف هل الصفاية تدفع البنزين اللي من هنا، هل الصفاية تدفع البنزين ولا ما تدفع؟ هذا راح نسويه الان. راح نفكه من القريب، ذاك بعيد راح نفكه من القريب، ولكن لازم يجيب سطل عندنا عشان البنزين ينزل عليها. طيب يا جماعة الخير، الحين فكينا الصفاية وخليناها جوا هنا، شوفون راح الان نشغل سويتش نشوف هل راح تدفع جوا السطل هذا ولا لا. ممكن تكون بلا مصفاية. شلون؟ ما صبت صدقون. مسدودة ممكن؟ ما صبت ولا دفعت ولا سويت أي شيء. نجرب الحين نفك الطرمبة، مو الطرمبة، نفك الصفاية ونبدلها بصفاية ثانية، أو نشبكها دايركت بدون صفاية، نشوف وضع التانكي، أو نفكها من عند الصفاية نشوف تدفع أو ما تدفع، صح؟ فكرة ثانية ذي. خير هذا البنزين اللي نزل من السياره، ولكن هل الطرمبه تدفع؟ شلون؟ راح اخليها بدون اي شيء بشوف اذا صبت من تحت، اذا شغلت السويتش يعني الطرمبه شغاله وتدفع. حل يا جماعه الخير اني اطلع الطرمبه برا واخلي كل شيء برا بعيدا عن التانكي، توصيله كلها برا، هذا راح اسويه الان. افضل حل عشان اتاكد الطرمبه شغاله او لا، صدق اني تبهذلت ما ادري. بجرب برضه اوصلها كهرب من برا، كل شيء من برا. هذا راح اسويه الان وباذن الله انها تضبط باذن الله. فكيناها يا الربع، الحين نطلعها. عندنا هنا بنزين خارجي، راح نسلك لها ونجيب لي طويل من جوا ونوصل هنا. اهم شيء نخلي الطرمبه من هنا، لو ما اشتغلت من كهرب السياره نشغلها كهرب خارج من البطاريه دايركت، اهم شيء نعرف وش البلاء، هذا اهم شيء. ايش راح نسوي؟ اول شيء راح نوصلها، نخلي هنا موجب، تمام، نخلي هنا سالب. طيب كيف تطلع من هنا؟ شلون؟ لا مو من هنا تطلع، المفروض انها تطلع من هنا. في شيء غريب، الطرمبة تطلع من هنا وهي مفروض تطلع من هنا على الصفاية. طيب خلينا نجرب نعكس الاسلاك، نعكس هذا هنا كلها داخل بالكهرباء. ايوه صدقون اذا عكست ترجع بنزين. بنجرب، هو خطر الموضوع كذا. ايوه يا سلام،
صدقوا ممكن عاكسين الاسلاك، يوم عكسنا الاسلاك صارت ترجع من هناك. اخيرا ها عرفنا المشكله. اوكي هنا موجب وهنا سالب، ولكن الحين راح نطلع اسلاك من تحت السياره عشان نوصله هنا ونعرف وين السلك الموجب وين السلك السالب عشان ما نضيع بين الكهرب. رابع جبنا السلك هذا وراح نوصله من داخل لين برا عشان نتاكد وش الموجب اللي جوا وش السالب. والعلم عند الله ان هذا شكله الكهرب لان في خط احمر، ولكن راح نشوف الان. الاصفر خليناه كهرب، راح نجرب نحط الاصفر هنا المنطقه هذه، بس بغاله اول شيء اذا جرد شوي خلي الاصفر في الكهرب، وانا برضو نشغل السويتش اول شيء، بس نبغى نركب واحد بس واحد عشان نتاكد. خلنا نفك المسمار هذا، ركبنا الاول تمام، راح نشغل سويتش السياره ونشوف. راح نشغلنا الكهرب، تمام الكهرب خارجي. اوكي ما وصل شيء، طيب يمكن يحتاج احد يدق سلف، ممكن يحتاج احد يدق سلف. ثواني نركبه ونحط الكاميرا. يا جماعه خير، شفت نفس الطرمبه قاعده تهز تمام، ولكن ما ادري هي تدفع ولا ما تدفع. راح نحط بنزين، خلنا اوريكم. تعالوا طيب ايه راح اسوي يا جماعه خير، راح اجيب هذا اصب جواه بنزين شوي، بس يكفي اتوقع، واحط الطرمبه جواه كذا. على كذا من اول ما دق سلف راح نشوف هل يدفع كهرباء ولا يعني بيصب او لا. خلينا نجيب هنا، خلنا نبدا على طول لانه متحمسين مره. اول شيء راح نسويه راح نروح نفك بلف الراجع حق التيله حقت القفيز، شلون التيله حقت بلف الراجع اللي في المرسيدس الثاني. لاني ايش راح اسوي يا الربع؟ راح اخلي التوصيل كله خارجي، ما في توصيل داخلي، عشان نتاكد هل السياره راح تشتغل او لا، او هل راح تدفع بنزين او لا. الحين راح نجرب كل شيء. طيب يا الربع، هذا البلف الراجع راح نفك التيله حقته. ما شاء الله يا اخي كانت مرسيدسي تعجبني، احلى من ذيك الست سلندر. اسوي كذا بس، هذا كذا نضغطها، اسمع نضغطها، خلاص نسحب لي الهواء هذا برا. اوكي خلي هنا، نسحب التيله هذه، التيله هذه مهمه مره. خلي هذا كذا، طبعا اي شيء تخلص منه رجع، لانك يوم من الايام تندم انك ما رجعته صدقني. رجع بس او كذا، خلى على حاله. وبرضه المرسيدس هذا اذا تبغون تشغيل له قولوا لي، ترى واقف والله طول، هو واقف حرفيا. في سكروب هنا نسيته بعد، يا سلام. بسم الله، ركبنا بلف الراجع مع التيله. طبعا ليه وسام سويت كذا وليه ركبت التيله الان؟ شو السالفه وش راح تسوي؟ راح اعلمكم الحين كل شيء، كل شيء راح اعلمكم اياه. امس يا جماعه الخير وفي الليل، طبعا ما اقدر اصور في الليل، اشتغلت على كذا خط عشان اجهزها للصبح، اللي هي قررت اني اخلي الطرمبه خارجيه، يعني الله يسلمكم الطرمبه من برا، البنزين من برا، كل شيء من برا. تعالوا اوريكم ايش سويت. السلام عليكم، الحوسه هذه تعالوا شوفها. جربت اخليها بالاسلوب هذا تمام، وجبت لي طويل وصلته جوا عند الله يسلمكم فتحه الليل يدخل للماكينه تمام تمام. وش هدفي من هذا كله؟ قلت ممكن البرمجه حقت الريموت، لاني حاولت في الريموت امس ما صار اي شيء. راح نجرب الحين نخلي التوصيل كله خارجي وندق سلف نشوف السياره هل بتشتغل او لا. والله الفكره ذي لو درى عنها مرسيدس بيطقهم معي حرفيا. اي والله، فراح نجرب الان. عبينا البنزين كله هنا، الكهرب موصل باسلوب ثاني، راح الان نشغل المستبيشي برضه، راح الله يسلمكم نشغل مرسيدس معه. يلا يا رب انها تضبط باذن الله. تاكد من اسلاك الاشتراك انها مشبوكه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ايوه الطرمبه كذا تفعل، طلعت صوت قبل شوي تحركت. يب يا الربع، جبنا بنزين جديد تمام، راح نفك الله يسلمكم. ركبنا الطرمبة برضو هاي، جيب الطرمبة بالشكل هذا، ندخل هذا كذا. يا سلام الحين ثبات أفضل، ويعني تقوم ممتاز ممتاز ممتاز. نجيب الستاند هذا كذا عشان يسندها. ثواني سلام يا الربع، الشغل الحين تمام، تدفع كل الريحية ونضمن أن البنزين نظيف بشكل كامل لين جوا الماكينة. والحين راح نبدأ نعطيه اشتراك ونبدأ نشغل بإذن الله، لأن هذا البنزين شوفوا كيف وصخ. يا جماعة الخير، قبل كل شيء وقبل ما ترتفع حرارة الكاميرا، راح نفك الله يسلمكم اللي قدام البلف الراجع عشان يطلع البنزين القديم. جماعة الخير بلف الراجع، الحين راح اشغل الطرمبة نخليها تدفع البنزين اللي موجود هنا البرة عشان ينظف نفس المسارات والمسطرة. اتوقع انضبط، شوف هنا باقي لها بس شوي طلع البنزين القديم ينزل على تحت بس، بعدها نخليه نشوف نشغل السيارة. التوصيل الخارجي يا جماعة الخير اشتغل، التوصيل الخارجي اوكي اشتغل وطفى، ولكن توصيل خارجي لحد الان، الطرمبة تدفع. لازم نسبق قبل ما يا
هنا ما أشرت للحين. يلا تكفى والله العظيم طولت عليه طولت. بنوقف البنزين نتأكد من البنزين مليان ولا فاضي، اني شرقت لبنزين وخليته يشتغل. بتشوفون ممكن بلف الراجع يندي، ممكن محشور مرة المسطرة محشورة، ولكن خلنا نقفل هذا ونجرب آخر تجربة إن شاء الله إنه يضبط بإذن الله بإذن الواحد الأحد. طيب نجي أي في في في. طيب بما إنه مكتوم لازم نخرج التانكي من هنا، لازم نسوي له فتح هنا عشان إذا سحب ما يصغر، يعني فهمتوا اللي هو نظام تصريف الهواء. ايوه يكفي تهويه يكفي، اتوقع هذا يكفي صح. الفتحه دي حسيت تكفي بس مناسبه صح، ممكن مناسبه. صب من تحت البنزين. بنزين صب من تحت. اتوقع انفجر من عند الماسورة اللي تحت. لا حول ولا قوة الا بالله. والله عملية التشغيل طولت يا اخي، والله العظيم بهذلتني السيارة قسم بالله العظيم. كم لها الحين؟ 5 ايام وست ايام وانا اشتغل عليها كل يوم، بطارية برمجة للحين ما ادري وش سالفتها. كل ما صلحت شيء يخرب شيء، كل ما صلحت شيء يخرب شيء. ولد والله العظيم ما ادري وش الحل الانسب معها. صدق كل ما صلحت شيء يخرب شيء، ترى باقي في اشياء انتم ما شفتوها. والله العظيم في اشياء واجد ما شفتوها. المشكله يا جماعه خير برضو زياده على كذا، امس راح انا للدكتور قال له سامه طلعت شموس خلاص وقف وقف طلعت شموس وقف طلعت شموس وقف طلعت شموس. فاحتاج يا جماعه خير اني اريح شوي، راح اراقب كل الكومنتات اللي تكتب كلها كلها كلها. اذا في ميكانيكي تمام ويعرف في المرسيدس، حاب اقول لك شيء، شفت قدامنا كيف الطرمبه توصل قدام ولكن الموتور مو راضي يشتغل. قلت يمكن اغير بواجي واجرب، هذه راح اسويها برضه في الخطه الثانيه. المسطره يوصلها بنزين، البخاخات تدخل جوا ممكن، حطيت بنزين جوا الدعسه اجباري ابغى يشغله يشتغل اجباري، يعني كذا يبين لنا ان البواجي كويس. ايش الحل؟ طولت السالفه. نعم طولت.